الأفاضل هي الانطلاقة هنا لشوطنا الخامس عشر بمجموع أشواط صباح هذا اليوم. وهذا الشوط خاص هنا أيضا بأشواط الإنتاج والمنتجين. تابع معكم ونسير هنا في التحديات، نسير في الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع ممتاز عبد الله بن علي بن واسق تبي أن ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، ملبي لسالم بن أحمد بن حوت العامري بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل راهب هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. مظفر بن أحمد بن سعيد بن العضيلي العامري من ينطلق على المركز الرابع، وفي المركز الخامس هنا والمركز الرابع عفوا الانطلاق من عنيد المبارك بن محمد بن مصر بن قبعة المنصوري القادم بهذه التحديات والإثارة الجميلة. خامس مراكزنا يصل شاهين لسهيل بن خيرات بن الدودة العامري القادم هنا بالتحديات. السيف ياتينا هذا الأداء على سادس مراكزنا هنا وانطلاقته هنا وتحديات محمد بن سالم بالحوتة العامري. ومن الجانب الآخر هناك الانطلاق والتحدي الجميل والإثارة المتميزة. وصل هنا شاهين سالم بن محمد بن طويلب المنصوري مع شاهين هذا الانطلاق. ومن الجانب الآخر هناك التحدي والإثارة، هناك ملفت، هناك راشد بن سعيد بن راشد اليابري ياتينا بملفت. هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي المميز. والمركز التاسع، المركز التاسع الوصول من الطاغي هنا لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي من ينطلق في هذه التحديات الجميلة تاسعا. والمركز العاشر، المركز العاشر هناك العربي لسالم بن رملي بن محمد العامري منطلقا بالعربي بهذه الانطلاقة الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. وهناك ممتاز المنطلق على الصدارة، ممتاز على المقدمة وعلى المركز الأول. عبد الله بن علي بن واس الكتبي هو المنطلق بممتاز على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة. بينما المركز الثاني ياتي راهب على المركز الثاني وانطلاقاته. مظفر بن احمد بالعضيلي العامري منطلقا هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله والاثاره. اما على المركز الثالث، المركز الثالث ارى شعار بالحوته قادم هنا مع السيف لمحمد بن سالم بالحوتة العامري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع عنيد المبارك بن محمد بن مصر بالقبعة المنصوري. والمركز الخامس، المركز الخامس والانطلاقات والتحديات من ملبي سالم بن أحمد بالحوتة العامري. المركز السادس ياتينا في المركز السادس ملفت، ملفت راشد بن سعيد بن راشد اليابري هنا المنطلق مع ملفت بهذه الانطلاقة على سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع وأرى الطاغي من غير هنا في هذه الانطلاقة أو التحدي. الطاغي سعيد بن منانة بن غدير الكتبي من ينطلق بالطاغي بهذه الانطلاقة الجميلة. وهناك يأتينا بن طويلب مع شاهين سالم بن محمد بن طويلب المنصوري مع شاهين
ثامنا وفي المركز التاسع العربي، العربي على المركز التاسع سالم بن رملي بن محمد العامري وشاهين عاشرا للسهيل بن نخيرات بن الدودة العامري من يأتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط وهذه الانطلاقة مع ممتاز عبد الله بن علي بن واس الكتبي. يقدم ممتاز على الصدارة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور هو على المقدمة، بينما راهب في المركز الثاني بهذه الانطلاقة مظفر بن أحمد بن محمد بن سعيد بن العذيلي العامري منطلقا هنا على المركز الثاني والمركز الثالث السيف، السيف السيف بن محمد بن سالم بالحوتة العامري، ويأتينا عنيد المبارك بن محمد بن مصر بالقبة المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس عنيد مبارك هنا لسالم بن أحمد بن حوتة العامري، ما شاء الله مقدم بالحوتة اسمين بهذه الانطلاقة الجميلة، خماسية خماسية ماسية تنطلق بالتحدي، تنطلق بالإثارة المتميزة مشاهدينا الكرام. بهذا الأداء هناك ممتاز المسيطر على زمام الأمور، ممتاز المسيطر على المقدمة وعلى الصدارة، وعبد الله بن علي بن واس الكتبي هو المسيطر على زمام الأمور مع ممتاز ومقدمة هذا الشوط. راهب في المركز الثاني، الراهب في المركز الثاني هنا منطلقا بتحدي مظفر بن أحمد بن محمد بن سعيد بن العذيلي العامري من يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث عنيد مبارك بن محمد بن مسر بالقوبة المنصوري، هو السيف بن محمد بن سالم بالحوتة العامري بهذا الانطلاق الجميل والتحدي مع الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير هناك وممتاز على الصدارة، ممتاز على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. ممتاز ممتاز هنا بالانطلاقة لعبد الله بن علي بن واس الكتبي في صدارة هذا الشوط وفي المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني قادم عنيد المبارك بن محمد بن مسر بالقوبة المنصوري مع عنيد هنا بالانطلاقة وبالتحدي المميز هنا بهذا الأداء الجميل، ولكن هنا الصدارة المقدمة مع ممتاز، ممتاز ممتاز على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. قام راس وينهي هذا الشوط راس بهذا الانطلاق، الله مع مضمر الرفيعة، مع مضمر الرفيعة ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة بالمركز الأول. تهانينا لعبد الله بن علي بن واس الكتبي على هذا الفوز المميز الممتاز وانتزاع صدارة هذا الشوط. سلام 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 للعوير، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، مشكور يا أبو حميد على هذا الفوز المميز الجميل. عبد الله بن علي بن واس المركز الثاني، وصل عنيد المبارك بن محمد بن مستر بالقوبة المنصوري، والمركز الثالث وصل راهب هنا مظفر بن أحمد بن محمد بن سعيد بن العذيلي العامري، والسيف محمد بن سالم بالحوت العامري رابعا، وفي المركز الخامس الطاغي لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي من وصل على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني، إلى التوقيت الزمني وتوقيت ممتاز، ممتاز هنا يصل بهذه الانطلاقة 9:21 خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن علي بن واس الكتبي على هذا الفوز المميز الجميل، مشكور يا مضمر الرفيعة على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني 9:25 ستة من الأجزاء من الثانية عنيد بارك بن محمد بن مسر بالقوبة المنصوري، بينما المركز الثالث وصل راهب على المركز الثالث هنا
السيد مظفر بن أحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري قاطعا المسافة في 9 دقائق 34 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية.